بيوتي باي ليلى عباد. اليوم ميك اب ناتشرال غير شكل على صبيه غير شكل كمان. بونجور ليلى. بونجور كاتيا. معك ضيفه اليوم؟ اي والله معي تشيلسيا حداد عم تدرس لو ببوستن يونيفرسيتي. وي ار سو هابي تو هاف يو. اهلا وسهلا. شو رح نعمل اليوم؟ حضرت انا الميك اب بطريقه لحتى بتعرفي الوقت دائما بيدهمنا سو بنحضر الميك اب. حضرت لانه عندها لون بشره حلو قبل ما تعمل برونزاج. هالسمره الحلوه يلي لون شعرها على الطبيعه، حاجبها بعده على الطبيعه، الانف طبيعي. وي ريرلي سينج بقى هالمكياج يلي بدك تعمليه على وجه طبيعي. سو بتقولي بدي اعمل ميك اب طبيعي على وجه كثير مزبط ما بتكون طبيعي. ما في طبيعي الموضوع. بقى تشيلسيا جهاز هالناتشرال بيوتي. بدي اقول ثانك يو لامها يلي مهتمه انها تحافظ مع الكاركتير يلي هو بيعرف شو بده بهالايام. وطبعا ناتشرال كالرز صح. ابتديت انا بلون درجه اغمق من بشرتها ولون ساند كالر لحتى اوصل لهاللون الحلو ويضل اضوى شوي. سو استعملت تقريبا زيت الكوانتيتي من هالتو تونز مع بعضهم واستعملت الكونسيلر. شوي اخذت اللون كمان يلي شوي اغمق من تحت العينين والبارت هيدا وهون مثل ما عم تشوف هلا بالصور يلي كان اخذت هون افتح والابر بارت هون افتح شوي. وابتديت بالكونسيلر لونين يعني لونين. وهيدي الطريقه بتمنى انه الكل يتمنوها ما يحطوا لون واحد تحت العينين لانه بيعطي كثير ابيض او كثير بيجي. هيدا اللون يلي بيعطيني لما بحط قرب العين من هون الاغمق من جوا. بستعمل الوان مضويه لحتى كون انا بهالطريقه عم بعمل هيدا الضوء اللي شفناه هون باول العين كاتيا. والميك اب يلي عم بعمله اليوم هو وان ثينج كلر واحد يلي هو لون البلاش يلي عم نستخدمه يلي هو هيدا. انا دائما بمشي لما حطي على العيون من البلاش ايه لحتى وانا بدي دعايه بكسرهم يعني كرميل الهواء. سو هيدا اللون. طيب خلينا نشوف الميك اب ناتشرال اللي رح يطلع معك. انا رح اتابعك على على الهواء. رح نبلش نشوف كيف تم التحضير مع البرايمر بالبدايه. بتعرفي دائما لازم نحط تونيك بالاول لانه التونيك بيساعدنا انه البشره ما تكون كثير مزيته بمعنى اويلي. ومن بعدها من بعد ما نحط التونيك ونرش التونيك بنحط البرايمر مثل ما عم نشوف. وفينا اذا البشره ناشفه نحط مويسترايزر ولكن هون عم نشوف البرايمر. من بعدها استخدمنا الكونسيلر يلي مثل ما قلنا استخدمت الفاتح بالبوينت يلي بتجي دغري اندر ذا بيوبل من تحت والاغمق على الجوانب. وابتدينا من بعدها نضوي هالمنطقه نعمل استومباج للانتي سن ليكون صار في عنا هالبارت يلي ضفنا الباودر على الفاونديشن يلي هو سابل ويلي هو بهيدا اللون الناتشرال يلي عم نشوفه. وخلطت معه شوي من البرونزر لحتى يصير في عندي هاللونين يلي بيساعدوا البشره انها تكون طبيعيه. يعني ما بستعمل باودر شو ما كان درجته من دون شوي من البرونزر لحتى تصير البشره عم تعطي الوانها. وهون كانت البدايه لاستخدم الكريمي بينك بلاش يلي بيساعد الوجه انه يعطي اكلا. وات ذا سيم تايم هون حطينا باول بارت العين لمعه بسيطه يلي بتخلي العين تضوي وتعطي مور الموند. حددنا الشفاف بلون من لون الشفاف من دون كونتور لحتى عبي بقلب الكونتور من زيت اللون الكريون. وهون بعدنا عم نكمل لحطينا الرموش يلي شوي بيعطي اكلا لسبيشال اوكيجن مثل ما عندها اليوم تشيلسيا. رح نبتدي بمكياج العينين والبدايه هي لحط شوي باودر لاحمي. دائما بنعمل بيكينج للميك اب لما بنحط شوي باودر underneath the eyes حتى يساعدني بعدين انه ما اضطر ارجع احط كونسيلر من بعد ما نكون حضرنا الوجه بالطريقه اللي شفناها in details.
هالبارت صار جاهز. رح ابتدي بلون براون، رح فرجيكم اياه للبراون يلي استخدمته يلي هو هيدا. ما رح جرب ابدا تو لاين اب ذا ايز، ما بدي مركن، بدي اياهم يضلن طبيعيات. عم بستخدم لون كتير قريب للون البشرة ولكن اغمق بتوناليتيز مات. هلا رح اوضع زيت اللون اللي حطيته على اللور بارت لحتى ما تكون محددة العين اطلاقا. اكيد من المستحب انه لما بدنا نحط رموش يكون الفاينل تاتش، ولكن فينا دايما نعمل كل الاشياء يلي نقدر نضلنا وذن فكرة المكياج اللي عم نعمله. هلا عم بستعمل لون شوي افتح لحتى يصير في عندي ديجراداسيون. رح ابتدي اوضع اللون يلي هو لون بلاش برونزينج باودر. فينا نستعمله كبلاش مثل ما انا استعملته، فينا نستعمله كبرونزينج باودر. هو زيته عم بستخدمه كشادوينج. ودايما البراشز الفلافي بيطلعوا ميك اب ناتشرال اكثر. في at the same time حدد شوي حتى غمق فتحة العين قبل ما أعمل استومباج. رح اخد بابي سير حط اللون البني open your eyes out يلي استخدمته close your eyes على الكورنر تأشغل العين اكتر ويكون في عندي natural كأنه العين هي عندها هيدا الشيب الطبيعي. وقفة وبنرجع. وهلا رح نوضع قلم اسود على طرف العين instead of eyeliner touch. وكتير خفيف، ما بجرب حتى علمه لأنه ما بدي يكون في لاينز بهيدا الميك اب. سو رح نحط شوي تاتش اوف بلاك خفيفة بديكم تتبعوا هاي الطريقة لأنه it's clean بضل الميك اب نظيف.
نلاحظ شو ناتشرال. ماسكارا. فينا إذا كمان بدنا نعطي إفي لرموش من تحت بزيت الطريقة. صار في عنا هلا عم نشوف العين شكلها الطبيعي الحلو. في اعطي شوية بلو بلاك. Touch of lipstick. Blush. وغلوس لحتى تو فاينلايز هالميك اب. بعد عنا دقيقة هيك عم نشوف الميك اب على الفاينل تاتش. فينا يكون مع جلوس او فينا نتركه مات. انا فضلت هيك شوي لتشوفوه in a different way. وننهي باودر افكت بالمطارح يلي ما بدنا اياها كتير تكون عم تلمع. من بعد ما عملنا بيكينج و that's it. صرنا جاهزين لحتى نشوف تشيلسيا كيف طالعة بهالميك اب سريع. Thank you تشيلسيا. ان شاء الله تكونوا enjoyed هالميك اب وتكون عندكم ميك اب ستايل لصيف 2024 ناتشرال حلو فريش بيضيف للإدوكيشن كمان جمال دايما وحضور لما بيكون في عنا نحن وجه حلو إدوكيشن عالي ونعرف اور ستايل شو بيلبق لنا. Thank you. شوفكم نهار الخميس.